اهلا بيكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس، ومع نهايه موسم الدوريات الاوروبيه الامور خلاص حسمت في كل الدوريات تقريبا الا الدوري الالماني اللي لسه المنافسه بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، لكن طبعا باقي الدوريات خلاص عرفنا كل ابطالها، ناقص خلاص النهائيات الاوروبيه او خلال النهائيات الاوروبيه. وعشان نتكلم اكتر وبالتفصيل عن ملف الكره الاوروبيه واللي ظهرت فيه طبعا العنصريه بشكل كبير الأسبوع الماضي، منورنا النهاردة محلل الكرة العالمية أستاذ عاصم أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أندريو. إيه الأخبار؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله. خلينا قبل ما نتكلم في ملف العنصرية والحاجات طبعا اللي حصلت والعالم كله كان بيتكلم عنها عن فينيسيو جونيور، بس خلينا نبدأ كده بالدوريات الأوروبية وبالفرق اللي فازت في كل دوري، وخلينا نبدا بالتاكيد من عند الدوري الانجليزي البريمير ليج. وشفت ازاي فوز مانشستر سيتي بالبريمير ليج الموسم ده؟ هو الحقيقه فوز مانشستر سيتي كان على استحقاق، يعني الفريق انا مش هقول مثلا كان بعد تعادل نوتنجهام فورست الفريق لعب 18 ماتش 21 ماتش في مختلف البطولات، قدر يكسب 18 وتعادل 3، التعادلات كانت قدام ريال مدريد وبايرن ميونخ والاخير قدام برايتون، هو حسم الدوري. يعني فما فيش استحقاق اكتر من كده، وكمان يعني حاجه تحسب لجوارديولا، الفريق بتوصل للامطار الاخيره بيطلع حاجات، يعني ما اعرفش ازاي بيقدر يعمل السلسله دي، كل سنه بيعمل نفس الحركه زي موسم 19 18 كسب اخر 10 ماتشات في الدوري وخد الدوري فرق نقطه، الموسم اللي فات تعادل اخر 10 ماتشات اتعادل ماتشين بس وكسب 8. الراجل قبل كده طلع اتكلم في المؤتمر قال انا كان زعلان ان لعبته بتلعب من غير يعني حماس او شغف. هو كان بيطلع ينتقد وقال بصوا ارسنال بيلعبوا ازاي وبيحتفلوا ازاي في الملعب، وقال المشكله دي مشكلتي انا وانا المفروض احلها. تمام. هو ما شاء الله يعني جت شهر 4 كالعاده بيبدا ما بيشوفش قدامه، الراجل اللي عنده مش ما عندوش يعني كانسيلو مشي، اخترع خطه جديده لعب 4 قلوب دفاع. الناس قالت ايه الجنان ده؟ عادي جدا بيلعب ستونز نص الملعب، واول ما حل الدفاع يرجع يلعب مدافع، اكيد صاب بيروح جايب اكانجي من الباك اليمين يروح رميه على الشمال، ما عندوش اي مشكله خالص، بيعرف يتعامل مع اي وضع. وبعدين الراجل متمرس في الحوار الامطار الاخيره في الدوري الانجليزي. هو يعني برضو عايز اقول للناس يعني طبعا يحسب لارسنال ان هو نافس معاه وكل حاجه، بس هي الناس برضو مش حاطه مش يعني منافسه بيب جوارديولا مرهقه جدا. ده حقيقي. والراجل في الدوريات ما صعب انك تكسب منه دوري، يعني يعني ريال مدريد مورينيو لما كسب منه دوري كان جايب معدل نقط قد ايه؟ ليفربول جاب 98 نقطه وما كسبش الدوري، يعني الراجل في الدوري هو ما بيعملش حاجه انه بيركز في الدوري بس، يعني منافسته مستحيله، يعني انت بتوصل للاخر طب انا عملت ايه غلط؟ يعني ممكن تكون جايب معدل نقط يخليك تكسب مثلا في اي سنه تاني، زي ليفربول جاب كان بيجيب بيعدي ال 90 ويكتشف ان هو في اخر الموسم ده اللي حصل، بس اللي حصل انت بتواجه بيب جوارديولا يعني يمكن ال